واحد ولا واحد، لا لا بن زديرة ولا عبد الصمار ولا رقاص العيون ولا أي واحد كان يعتقد ويظن ويتخيل ويحلم أنه مدير عام الأمن الوطني عنده هذا الوثائق والسجل التجاري. واحد ما كان اللي كان يقول لكم، أنا كنت على بالي يكذب، لأنه تجيك أنت شبه مستحيل أنه مدير الأمن الوطني عنده سجل تجاري وعنده شركة في فرنسا. إذا واحد ما كان يحوس على الأمر. اللي عنده معلومات أنه مدير عام الأمن الوطني يملك شركة و و و و استغل الوقت المناسب لضرب المدير العام الأمن الوطني، لأنه لما شاف أنه عبد الصمار في صراع شخصي مع مصالح الأمن الجزائرية وبالخصوص الأمن الوطني وداخل معهم في حرب وينتقد فيهم، جاتوا خبزة طيبة، قال استنى الآن ننتقم من مدير عام الأمن الوطني بن الشيخ ونسرب هذه الوثائق اللي هي وثائق لا يعرفها أحد، نسربها للعدو اللدود لبن الشيخ. إذن اتصل بعبد الصمار، قالوا عبد الصمار عندي واحد الدوسي مريقل على بن الشيخ، قالوا بعث له. يعني هذا المصدر اللي هو أنا لا أعرف من يكون، ما نقولش مصدر نعرفه، منش عارف، قد يكون جزائري وقد يكون فرنسي، ممكن واحد فرنسي مسؤول أمن، لأنه عبد الصمار الآن راه يشتغل مع الأمن الفرنسي، شيء طبيعي، الآن راه يتعاون مع الأمن الفرنسي، الأمن الإسرائيلي والأمن المغربي، يتعامل معهم بشكل طبيعي وبشكل علني مش مخبي. إذن ممكن يكون المصدر تاع عبد الصمار يا إما مصالح أمنية فرنسية اللي عندها كل المعلومات على كل المسؤولين الجزائريين اللي عندهم تجارة أو إقامة أو نشاط في فرنسا أو في أوروبا في الاتحاد الأوروبي، مصالح الأمن الفرنسية، ممكن مصالح الأمن المغربية، ممكن واحد جزائري عنده مشكل شخصي مع مدير عام الأمن الوطني وجاته فرصة باش ينتقم منه، يعني كل الاحتمالات واردة. إذن عبد الصمار استفاد من صراع لا ندري مصدره ونواياه وطبيعة الصراع اللي ما بين مدير عام الأمن الوطني والطرف الآخر. عبد الصمار استغل هذا الظرف وكشف أوراق مهمة وخطيرة، نعم مهمة وخطيرة. أنا منذ الأمس بعد البث المباشر بديت في اتصالات وفي نقاش مع بعض الزملاء وبعض الإخوة وبعض رجال القانون وكذا، ونبحث في الموضوع، هل ما قاله عبد الصمار وجه النيفيا هذا الخائن في حق مدير عام الأمن الوطني، هل ما قاله صحيح أم افتراء؟ للأسف الشديد وجدت أنه صحيح، نعم ما قاله عبد الصمار صحيح. وطبعا أنا تحصلت على الوثائق اللي يتكلم عليها عبد الصمار ونعطيها لكم تشوفوها طبعا المباشر. للأسف الشديد وثائق رسمية مثل ما راكم تشوفوا الآن، هاتي الوثائق الرسمية اللي فيها يعني اسم المدير العام للأمن الوطني. للأسف الشديد أقول للأسف الشديد يعني بكل حسرة وألم أقول أن الوثائق للأسف الشديد صحيحة 100%. نعم خلوني نزيد لكم يعني مثل ما يقولون نزيد لكم من الشعر بيت، نعطيكم والرأي حتى للأسف الشديد مثل ما قلت أن الوثائق صحيحة 100%. نعم فيها للأسف الوثائق صحيحة 100%، فيها حتى إمضاء مدير عام الأمن
الوطني. الشركاء اللي في الشركة هذه كاين عادل بن الشيخ اللي هو شقيق مدير العام الأمن الوطني، فيها مدير الأمن الوطني اللي هو فريد زين الدين بن الشيخ، وفيها الشريك الثالث اللي هو حسين عبدود. حسين عبدود للأسف الشديد المعلومات صحيحة. الآن نتكلم على المعطيات والمعلومات اللي أمامي، ثم نتكلم على الجانب السياسي. المعلومات اللي أمامي وهي أنه هذه الشركة تحمل اسم النجمة لطوال، وهذه الشركة هي عبارة عن شركة وليس فندق مثل ما قال عبد الصمار ومطعم، هي شركة تسير تجارة، من بين التجارة هذه فندق ومطعم ومقهى، لكن هي شركة لأنشطة الفنادق والمطاعم. الشركة هذه اسمها النجمة لطوال، تأسست هذه الشركة في 2012. الشركة هذه تأسست في 2012 من طرف ثلاث شركاء. الشركاء هم زين الدين فريد بن الشيخ مدير عام الأمن الوطني، وشقيقه عادل بن الشيخ، والثالث اسمه يزيد قوجيل. يزيد قوجيل ما عندوش علاقة مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، لأنه هذا من سيدي عيش مجاية، يعني هذا قبائلي، الآخر من باتنا شاوي. يزيد قوجيل من سيدي عيش ولاية بجاية مع فريد بن الشيخ وعادل بن الشيخ أسسوا شركة في 2012 بباريس. الغريب في الأمر، أنه مدير عام الأمن الوطني لما دار الشركة في 2012 كان ضابط سامي في الأمن الوطني، يعني كان محافظ رئيسي كوميسار برينسيبال في الشرطة، نظن كان مراقب، يعني حتى كان مراقب كونترولور بلكش في الشرطة، المهم كان مسؤول سامي وكان يتقلد مناصب سامية، يعني في ذيك الفترة كان مدير أمن جيجل، لأنه هو قبل كان في بداية الفينات، طبعا هو من 2000 تقريبا من 1990 أو 92 وهو في الشرطة، دخل قطاع الشرطة كضابط، ترقى في المناصب، أصبح مدير أمن ولائي للشرطة في بشار في 2006-2007. في 2011 أصبح مدير الأمن الولائي لولاية جيجل، في 2015 أصبح مدير جهوي أو مفتش جهوي للأمن الوطني بالناحية العسكرية الرابعة ورقلة، ثم طبعا ترقى في المناصب، أصبح حتى في الانتربول، ثم أصبح مدير عام الأمن الوطني وهو دكتور وخبير في الأمن، يعني في الجنائي، في القانون الجنائي والقانون الشرطة، وهو خبير. في 2012 كان ضابط سامي في الشرطة، كان مسؤول في الشرطة لما أسس شركة هو وشقيقه وشريك ثالث اللي هو يزيد قوجيل، وكي أسس شركة في فرنسا يعني عنده إقامة، الإقامة عنده للأسف الشديد، هو وشقيقه في نفس العنوان بباريس. قلت أنه كان ضابط سامي في الشرطة. القانون الجزائري مثل ما تكلمت، يعني أنا مع مع يعني رجل قانون
تناقشت انا وياه، يقول لي انه ضابط الشرطة او المدير هو موظف حسب المادة 3 من القانون الاساسي للوظيف العمومي اللي هي 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006. وطبقا للمادة 15 من قانون الوظيف العمومي، المدير يمارس وظيفة عليا في الدولة تتمثل في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العامة أو السياسات العمومية، وعليه طبقا للمادة 43 من نفس القانون اللي هو قانون الوظيف العمومي لا يمكنه ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه. يعني الموظف اللي تابع للوظيف العمومي كي نقولوا موظف يعني مش بالدرجة يكون مدير ولا وزير ولا موظف، عنده راتب من الوظيف العمومي وعنده لاسيرونس من الوظيف العمومي وعنده كل شيء تابع للوظيف العمومي، لا يحق له ازدواجية المنصب أو ازدواجية الوظيفة أو الربح من جهة أخرى من غير الوظيفة تاعو في إطار قانوني. يعني ما عندوش الحق يدير تجارة، ما عندوش الحق يمتهن مهنة أخرى، إذا كان خاصة إذا كان الوظيفة أمنية، يعني راح يكون القانون يشدد أكثر. قدروا نقولوا بلكش معلم ويتاجر يبيع في المعيز والعتريس نهار السوق، ممكن كاين بزاف معلمين انا نعرفهم نهار السوق يروح للسوق سوق الغنم في البيرين ولا في سد العجال ولا حاسيف دول ولا يدي زوج خرفان ولا ثلاثه ويبيعهم تجاره، او يبيع ويشري لكن بدون سجل تجاري، راهو يبيع ويشري مارشينوار. معلم استاذ كيما الاخضر تاعنا تاع فيسبوك، نهار السوق او يعرفوا بلال تاع النبا نهار السوق يروح يبيع ويشري في الخضره، وشافوا بشير تاع بوسعده شافوا يبيع ويشري في الخرفان وفي المعيز وفي الجديان، اذا راهو معلم مدير مدرسه ويبيع ويشري، لكن ما كانش حاجه باش تشدو ما عندوش سجل تجاري. لكن لو يدير سجل تجاري جوست كوميرس ممنوع، ما يقدرش يدير شركه، ما يقدرش يدير سجل تجاري، ما يقدرش يدير تجاره قانونيه. بن الشيخ موظف في الشرطه من 1992، نعم دخل قطاع الشرطه في 1992، ومثل ما قلت كإطار سامي طبعا لا يحق له تأسيس شركة أو استخراج سجل تجاري في الجزائر. كي نقولوا في الجزائر وش معناتها؟ معناتها لا يحلم أن يؤسس شركة خارج الجزائر. إذا كان القانون يمنعك في الجزائر يقول لك ممنوع، معناتها خارج الجزائر مش ممنوع، حرام. لماذا؟ لأنك باش تأسس شركة في فرنسا أو في أي دولة لازم تكون مقيم. كيفاش انت مقيم في فرنسا وانت مدير الامن الولائي في جيجل او مفتش جهوي للامن في ورقلة؟ مش منطقي، مش منطقي.